تريليلي وتريليلي وتريليلي غاهبين وقالوا لي زغرت انا الغزالات ديالي كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم يوم ما تنحس بعيني مشيت لهيه بقاش داير هاد العدسات. المهم هاد اللوبيات قولوا لي بعدا كيجاوني. المهم راه كان سبق لي ودرت واحد الفيديو شحال هذا المهم مولفهم الصراحه. الغزالات ديالي الفيديو ديال اليوم غيكون اسئله واجوبه اللي انا اخترت نديرو على بعض الاسئله باغا نشاركهم معكم بعض الاجوبه شوف باش تعرفوا انا مقطع الفيزيبلات بعض الاجوبه على الاسئله ديالكم وكذلك نشارك معكم الاسم اللي اخترت البنوته. المهم باغا نشارك معكم هادشي كامل في هذا الفيديو باغا نجاوب على بعض الاسئله اللي تيداولو تيطرحو بحال اكرام واش نفختي وجهك وغادي نقول لكم الطريقه ديال التعليقات اللي تنشوف وقلت ضروري خاصني نعاود نذكر واخا انا ديجا جاوبت على هذا السؤال ولكن غادي نعاود نيت واحد الرساله موجهه لهذا النوع اللي باقيين تيكتبوا لي التعليقات. بالنسبه للبنات اللي انتريسي العدسات ولا من البنات اللي كيديروا العدسات وكيعجبهم ولا شي حاجه المهم نوري لكم هادو من الماركه ديال ايريس بيوتي والقلم ديال الحجبان اللي دايره حتى هو من عندهم صراحه القلم واعر ديال الحجبان عندهم الوان مختلفه هاد القلم هذا هو اللي دايره اليوم حتى هو عندهم تيبيعوا العدسات والاقلام. غادي نخلي لكم المعلومات في صندوق الوصف ونخلي لكم حتى واحد الكود برومو عطاه ليا يعني اللي بغات تشري تستافد منه تيدير واحد التخفيض والله ما عقلت واش 15 ولا 30%. المهم غادي نخلي لكم معلومات في صندوق الوصف منين نلقى الايميل القديم اللي صيفطوا ليا شحال هذا انا راه شحال هذا كان خاصني نقول لكم هاد الكود برومو ولكن المهم راه مازال خدام لحقاش مازال ما استعملت حتى شي بنت فيكم. في الفيديو السابق ما كنتش حطيت والو ما كنت قلت لكم حتى شي حاجه لحقاش كان موضر ليا الايميل فين كانوا المعلومات. المهم الغزالات ديالي اش بغيت نقول لكم الفيديو ديال اليوم اسئله واجوبه غادي نبداو بالاسئله اللي متداوله. المهم هي من هذا الفيديو منه واحد نقولوا حنايا غيقربكم مني اكثر واخا انا قريبه ليكم اكثر انا بعدا تنحس براسي صافي ولينا عائله وحده. المهم راه هادشي تتلمسو تنلمسو تم التعليقات ديالكم من بزاف ديال التعليقات الجميله اللي بغيت نشكركم عليها وشكرا من صميم القلب شكرا من اعماق قلبي على كاع التعليقات اللي كتكتبوا ليا شكرا على الدعم شكرا على التشجيع شكرا على الدعوات ديالكم زعما كلمه شكر اللي شي حاجه راه لا شيء بالنسبه للتعليقات اللي تنشوفكم كتكتبوا شكرا من كل قلبي والله العظيم زعما كتفرحوني بزاف بزاف. المهم البنات كما قلت لكم هذا الفيديو هذا غيكون فيه اجوبه على بعض الاسئله بحال اكرام فاش خدام راجلك اكرام فين عائله راجلك اكرام اش غتسمي بنتك اكرام واش عاودتي نفختي وجهك بحال راك ديجا نافخه ما غادي نجاوبكم على هاد الاسئله كاملين. انا ما عرفتش باش نبدا ما دايراش زعما شي دفتر ولا داير شي سيناريو باش غنبقى نجاوب انا غنجاوب تلقائيا ونحاول ما يجيش الفيديو فيه الرغي وبلا بلا 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 نحاول يجي قصير ونجمع لكم فيه الاجوبه ديال كلشي. نبداو باول سؤال اول سؤال هو اكرام فاش خدام راجلك واحد المره تنقرا في التعليقات المهم تداول هذا التعليق ماشي كلشي كيسولوا ولكن بعض البنات كتجيهم لا كوريوزيتي تيبغيو يعرفوا فاش خدام راجلي. المهم واحد المره واحد البنت كتبت فاش خدام راجلك وانا كتب لها شفار انا اللي جاوبتها التعليق قلت لها شفار ما بقيتش شفت المهم تخربق ليا مع التعليقات الاخرى ما بقيتش شفت الجواب ديالها. المهم بالنسبه للراجل فاش خدام بطبيعه الحال ما كاين حتى شي مشكل انني نقول لكم ولا يعني ما كاين حتى مشكل بالنسبه للبنات بالنسبه ليا ما كاينش شي مشكل انني نقولها لكم بما ان الشاب بلال ولا داير معانا حتى هو لابارتي ديالو في الفيديوهات ولا حتى هو تيشارك مره واخا هو عنده زيد ناقص ما تيتسوقش ليا انا اش ندير في الفيديوهات ولا كان ولا ما كانش ولا زعما بعيد على المجال ديال اليوتيوب والفيديوهات انا تنبقى نبغي نقول اجي سلم راك وليتي من العائله انت. المهم بالنسبه للبنات اللي سولوني قولي طلقينا خلاص شحال كترغي المهم بالنسبه للبنات اللي سولوني راجلي عنده شركه ديالو ديال البروغراماسيون تيصاوبوا لي بروغرام يعني تيصاوبوا داكشي ديال سوفت فير اللازل ولا نقولوا حنايا اللي غيزونتايتس امت هنايا في المانيا يعني دوك ماشي وزاره الصحه نقولوا داكشي ديال التامين داكشي ديال تيصايبوا ليهم لي بروغرام يعني هما بروغراماتور يعني عنده ناس خدامين معاه كاين واحد الشينوي اللي واعر خطير هذاك وكاين واحد من بولند كاين المهم خدوك اللي خدامين معاه وهو اللي مكلف بكل شيء كيصايبوا لي بروغرام وكيبيعوهم للغيزونتايتس امت اللي هما داكشي ديال وزاره الصحه يعني ملي كتمشي عند الطبيب مثلا داك البروغرام تيكتب سميتك وكنيتك وكتطلع ليه غير باش نشرح يعني تقريبا للبنات اشنو هو هاد البروغرامات اشنو هادشي كيعني طبعا اللي في المجال راه يفهمني علاش هضرت
من اللي ماشي في المجال يعني ملي كتمشي عند الطبيب كيكتب سميتك وكنيتك وكتطلع يعني التدويزه اللي دوزتي قبل، التحاليل اللي درتي قبل، يعني داكشي خاصو واحد البروغرام باش يبقى مسجل لك كاع لي دات ديالك. وهذا لي بروغرام راجلي هو اللي يعني هادو هما الخدمه ديالو، تيصايب هاد لي بروغرام هادو. المهم هادي هي الخدمه ديالو. صراحه كان عيا معايا باش ندير عنده اوس بيلدونغ، وكان انا بعيده كل البعد على الخدمه ديال نجلس فوق كرسي 8 السوايع وانا جالسه ما نقدرش على داك التيب ديال الخدمه، وما عنديش اصلا لا باز في الانفورماتيك اللي ممكن يعني ندير عنده. مهم هو ما ماشي محتاجه شي باز، ممكن ديري مدرسه ديري عنده هو اوس بيلدونغ وتمشي تقراي في يعني تديري البراتيك عنده وتمشي تقراي في المدرسه. كاين خاصني 3 سنين قال لي ديريها وتبقاي زعما خدامه معايا. قلت لي واش انا النهار كامل العشيه كامله تنسوبورتيك ونجلس نخدم معاك في نفس الخدمه غادي؟ المهم كنت كنعاونو، ماشي ما كنتش يعني، كنت كنعاونو واحد العام اللي كنت غير في الدار وولدي كان ديك الساعه في الحضانه، كنت كنمشي نعاونو شي حاجه اللي بسيطه بحال علمني كيفاش نصايب الفاتورات، كيفاش نوجدهم، الا كانت شي حاجه ديال البوست خاصني ندير البوستة ولا شي حاجه هادشي كنجاوب في التليفون ندوز الخط، هادشي كنت كنعاونو مره وحتى لحد الان يعني الا كان محتاجني في شي حاجه راه كنمشي ماشي مشكل، مي ماشي يعني شي حاجه اللي كتعجبني ولا شي حاجه اللي نقول لكم. داكشي علاش دخلت العالم ديال الكوزميتولوجي ومشيت قريت درت يعني التكوين اللي درت وكساليت وخديت دبلوماتي وصافي، يعني ما هذاك هو مجالي، هذاك الشيء اللي كيعجبني. ندوزو للسؤال الثاني اللي هو اكرام، واش نفختي وجهك؟ بنات انا سبق ليا شي عام هذا ولا ما نعرف كنت درت فيديو وحلت بالله العلي العظيم اللي راه ما كاينش احسن من وجه الله، ومع ذلك تنشوف شي وحدين تيبقاو يديروا ماشي. شوف الواحد يسول ما كاين حتى شي مشكل، يسول بواحد الطريقه اختي اكرام واش دايره هذه، وما عنديش انا شي مشكل. شوفوا البنات والله العلي العظيم ما عندي شي مشكل نقول لكن دايره شي حاجه. ملي سولتوني قلت لكم حتى في داك الفيديو اللي فات، ملي سولتوني الشفار واش قلت لكم دايره لهم شي وصفه طوال، وقلت لكم راه دايره الاكستنشن ديال الشفار. غير ما عرفتش علاش بنادم شي مره تيدير دوك الاسئله تيدير راسو بحال زعما راه فاهم. شوف انا المجال ديالي التجميل، وانتي قسما بالله تنفخه وجهك، وانتي قسما بالله تديره البوتوكس، تيبداو يديروا بحال هاد الاسئله ويمشيو شي وحدين تحت اختي ما كتبغيش تقول دايره البوتوكس. وواحد الوحده قالت لي مناظره من خرها ما خلاو شي بلا شي بلاصه فيا حتى ما نونيش. قلت لكم كيفاش ضعافين شي وحدينات راه دايره التخسيس لا واسد المعده تي راه بنادم وحق ربي لا تي فليب تيجيب لي شي شكل تنقول او علاش بشر بحال هكا تيدخل الحاجه الشكل. واحد تيهضر معاكم صريح علاش غنكذب؟ علاش وجهي نافخه؟ وجهي كنت دايره شي حاجه ولا اشنو؟ شي واحد عطاني شي حاجه نجيب ونقولها بوجهي احمر، ولكن انا ما كنت حاجه اش بغيت نلصق على راسي تهمه. يعني بالنسبه للبنات اللي تيديروا داك التعليق بداك الاستفزاز عاودوا الجيار دار راكم من عندي انا. اما بالنسبه للبنات اللي تيسولوني باحترام اختي اكرام، ماشي باحترام تيسولوا بواحد الطريقه ديال اختي اكرام قولي لنا فين كديري الفيلر، نصحينا بالطبيب اللي كتمشي عنده فين كديري البوتوكس. المهم بغيت نقول لكم البنات شوفوا انا قسما بالله ونحلف لكم بهذا الروح اللي في كرشي زعما البنات اللي تنحس بهم بحال خواتاتي واللي يستاهلوا، واخا يعني ما يستاهلش انني نحلف ولكن يستاهلوا انني نحلف لهم بهذا الروح اللي في كرشي. قسما بالله عمرني في حياتي ما دقيت شي برا في وجهي كيما بغى يكون نوعها، برا كيما بغى يكون يعني فيلر بوتوكس اي شي حاجه عندها علاقه بالنفيخ والتجبال. البنات راه عندي باقا ما كملتش 28 عام، واخا تنبان لكم كبيره وتيشككوا حتى في العمر ديالي، راه شارفه راه عندها 40 عام، راه عندها 36 عام، علاش غنكذب عليكم؟ لا بغيتو لا كارت نصورها لكم. انا زايده في 91 يعني باقا غنكمل 28 نهار، نقول لكم حتى لا دات نهار واحد في شهر جوج غنكمل 28 عام. علاش غنكذب؟ اللي تيكذب تيكذب على راسو. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا اكرام واش دايره هذا الشيء، المهم بنات ما دايره حتى شي حاجه وقسما بالله ما دايره شي حاجه وما عندي علاش نكذب. ولا وصلت لواحد لاج اللي غنشوف وجهي انني محتاجه ندير شي حاجه ولا بغيت ندير شي حاجه، واخا انا ماشي ضد الفكره انما يعني ما كيعجبنيش بحال هكا شي، تيعجبني شي واحد يتقبل راسه واخا يبداو التجاعيد واخا يبدا يعني تقبلي راسك كما كنتي. من طبيعه الحال ماشي ضد العمليات. بالنسبه مثلا كاينين شي بنات اللي مثلا عندها نفا من هنا فيه شي عظم، عندها نفا مهرس ولا نفا عوج ولا شي حاجه بحال هكا، هذا تصحيح في شي عمليه بحال شي انا ماشي ضد، ولكن انا تنشوف شي وحدين تيبداو ينفخوا حتى ما تيبقى فيهم ما يتشاف، فداك الشيء تنقول انا يعني لا داعي. واش ما عندهمش مرايه تيشوفوا وجههم فيها؟ المهم بنات فمي راه بحال هكا داير، لا تيبان لكم شي مره تيميل عوج، راه عندي الفك سناني
كما تتشوفوا مايلين لهاد الجي. شي وحدينا تكتبوا بدات تدق في البطاقه تستعوج ليا فما ورا ضربني اختي اللقوه ملي كنت صغيره، ولا تتشوفي الفك ديالي عوجلاش غندق ولا فما بحال اليسا. قالت لي وحده اختي فمي هكا داير هكا خلقوا الله، وانا قابله على راسي ومتقبله راسي كما انا، يعني ما عنديش انا عقد نفسيه مع راسي ولا شي بلاصه في الجسم ديالي، ما عنديش عقد مع راسي، مرتاحه نفسيا، ما عنديش يعني دوك داكشي ديال شي واحد معقد من نفسه، بالعكس عندي دنيا هانيه والسما صافيه. خاص الواحد يكون متسامح مع نفسه، يعني كيما بغى يكون الحال راه خلقك الخالق، واش احنا احسن من الله؟ يعني كيما بغى يكون الحال خاص تكون عندك واحد القناعه ذاتيه براسك، بحال هكا تعجبك راسك تبغي راسك كيما بغيت تكوني. انا ماشي ضد انك تهلاي في راسك تريحي معاكي صايبي عيشي حياتك، انا ماشي ضد، ولكن داك النوع اللي تيولي عنده هوس عاد تيبداو ببرا صغيره مثلا شويه، تيبداو بالحناك شويه، تيبداو شي خسروا سيفتهم الله يستر. يعني شويه الواحد يدير داكشي، واخا هادشي راه تطور ولا ما عرفت فين واصل، المهم بنات هادشي من هادشي كامل أرى الجواب عطيته، وما عندي علاش غنزيد نبقى نطول في الموضوع. داول دابا هذا هو السؤال المهم في هذا الفيديو، شوف ما طولتش عليكم. سؤال الاخر هو اكرام اش غتسمي البنوته؟ اش غنسمي الغزاله ديالنا؟ المهم بنات اخيرا غنقول لكم اشنو غنسميها. غنسميها ان شاء الله جوليا، هذه هي السميه اللي من شحال هذا وانا باغياها. وكنت صراحه عندنا جوج سميات كنا يعني ما مدايرينش ما متفقينش انا وراجلي، كنت باغا نسميها في الاول ريحانه، وجوليا كانت في راسي شحال هذا، يعني قبل ما نولد رايان كنت نقول لها جات بنت غنسميها جوليا، وجاتني ثاني عجبتني ريحانه، والريحانه هنا غيبقى يقول لها ريانا، يعني رايان ريانا شويه صافي، بقيت نفكر ولكن جوليا ما عرفتش جاتني غتجي جوليا غتجي الوجيه وداكشي، الا كتب الله باذن الله غادي تجي الوجيه ديال جوليا. المهم جوليا هو السميه اللي غنسميها، المهم سميه ما عندهاش علاقه زعما بشي ديانه معينه ولا جوليا، المعنى ديالها شي حاجه جميله، الشيء الجميل الحسناء، عندها بزاف ديال المعاني. المهم جوليا هو السميه اللي اختاريت نسمي البنوته. المهم بنات غنجاوب على هذا السؤال، هذا السؤال تيطرح كذلك، وغادي نخليه هو الجواب الاخير لحقاش غيجي الفيديو طويل بلاش صراحه. كون كتبت لكم في يعني في انستغرام ولا هنا في الكوميونيتي في يوتيوب، بنات طرحوا عليا اسئله اللي بغيتوني نجاوبكم عليهم، اكيد غيكونوا بزاف ديال الاسئله وما غنقدرش نجاوب على كل شيء، فلهذا اخترت اليوم هاد اربعه الاسئله، والمهم هو اش غنسمي البنوته اللي قلت نشاركوا معكم من طبيعه الحال. المهم بالنسبه للسؤال الاخير اللي هو حتى هو تيداول، وعارفه بان بزاف ديال الناس البنات اللي عندهم فضول، بما اننا ولينا عائله وانا تنشارك معكم يعني فلوغات فيهم بزاف ديال الحوايج من حياتي، فماشي مشكل انكم تعرفوا. تيقولي يا اكرام فينا هي العائله ديال راجلك؟ علاش ما كيجيوش عندك؟ واش ما كاين، واش ما عندوش العائله؟ واش كان مزوج قبل؟ واش هذه؟ المهم فين عائله راجلك؟ المهم هادشي كامل ما عنديش مشكل انني نقول لكم صراحه. بالنسبه لراجلي ما عندوش، ما تشوفوش عندي زعما خوت ولا شي حاجه، حقاش ما عندوش اصلا، عنده اخ واحد ما كاينش قصار منه، عايش مع صديقته، عايش مع واحد صديقته في واحد الجزيره، بعد ما خدا التقاعد تيعيشوا في الحياه بحال الجزيره. المهم زعما تيعيشوا الحياه، ما كرهتش انا شي جزيره وانا وشاروخان ونبقى غابره ما تشوفونيش. المهم الغزاله ديالي بالنسبه كما قلت لكم عائلته، امو راه كنتو البنات اللي متابعيني قبل راه كنتو عرفتوا بانها مسكينه ماتت، توفات الله يرحمها ويوسع عليها، توفات امو، باه كاين في ايطاليا مزوج من امراه اخرى، عايش معاه من سنين يعني مطلق هو وامه، وعايش راسو. مره ملي كنمشيو للطاليان كنمشيو نشوفو يعني عادي، باقي عندهم رابورت عادي، احترام، راكم عارفين كيفاش دايرين يعني الاوروبيين، واخا تيتفارقوا تتبقى الصداقه يعني عادي العلاقه ديالهم. اوكي مو ماتت الله يرحمها. وبالنسبه هنايا واش كان مزوج ولا هادي؟ كان مزوج شحال هذا وواحد الالمانيه من بعد تفارقوا وصافي. انا ملي تعرفت عليه كان ديك الساعه زوفري ساكن راسو، كان كاري راسو واحد الداريه فين كنت ساكنه انا في الاول، منين بحرا تعرفت عليه وكل شيء، ومن بعد يعني من بعد مشينا سكننا في واحد لابارتومون، من بعد عاد باش حملت برايان عاد باش بقينا في تما حتى 2016 عاد تحولنا جينا تسكننا في الدار هذه.
المهم منين بحرات عرفت عليه كان عنده غير واحد دار صغيره بيت و صغيره زوينه ما خايباش ولكن كان غا كاريها وصغيره وداك الشيء. من بعد كرينا واحد الابارتمون اخرى ومن بعد جينا لهنايا وصافي. الغزالات ديالي هذا ما كان كنظن نجاوبكم على كاع الاسئله نزيدكم ولا بركه كي صار سير عقلي تسع سير عقلي تسع حمولتي بركه بركه من البلا بلا كل دعاء اسئله بحال هكا ومسولوا اللي عجبكم. شي مره غادي نكتب لكم وقولوا لي الاسئله بالضبط اللي غيكون عليها لي لايك بزاف هي علاش غنجاوب. الغزالات ديالي انا راه باقا كرشي كما تشوفوا دابا مع لابسه الكحل ما غتبان لكمش وصافي. المهم باقي خاصني نوجد ما بقى والو تجي ماما ما بقى والو داكشي محسوب. ما عرفتش امتى غنزل لكم هذا الفيديو غتكون ديجا جات ولا مازال. وكما قلت لكم باقي ليا البيت اليوم توصلت بالملابس اورديني ليها شي حويجات وداكشي من زالاندو. ومهم خاصني نوجد ليها البيت خاصني ندير فيه رويحه زوينه ورياض داكشي وغنشاركوا معكم ملي غنصايب البيت الا بغيتو من طبيعه الحال نشارك معكم. صح داير غرفه ماما هاتو نطيقات وحق الله العظيم كان حلم من احلامي ان امي تجي عندي من نكون ولد والحمد لله تحقق. غير ديروا املكم في الله والله العظيم اي حاجه اي حاجه اي حاجه بغيتوها غير خدموا عليها بالجهد. ولا كان عندكم شي حلم كما بغى يكون تاملوا تعلموا فن التامل وفن التامل وفن الاحلام. تدخلي شي حاجه خاص غير كيفاش نقولوا كريدي تثقي فيها تامني بديك الحاجه وما غاديش اي حاجه شتي اي حاجه كتبغيها كتجلبيها لك. غير بعدي على الناس السلبيين بعدي على الناس اللي طاقتهم سلبيه بعدي على الناس اللي عتيشكيو عادي ماما لاباس ايوا الحمد لله واش غديري هاد النوع هذا بعدو عليه غير كاريكيكم غير بالطاقه السلبيه غتولي تحسي براسك انتي هزه تي يمصوا منكم الطاقه. بعدوا على هاد الانواع وثقوا في الحاجه وخدموا عليها بالجهد والله غتوصلوا ليها باذن الله وبجهد الله وبالاجتهاد ديالكم غتوصلوا ليها. انا بعدا حلم من احلام حياتي ان امي تكون بجنبي وهذا الشيء الحمد لله. على كل حال نتمنى توصل بخير وعلى خير وان شاء الله تشوفوها ونشارك معكم ان شاء الله كل شيء. وصافي هذا الشيء اللي كاين بلا ما نزيد نطول عليكم. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف واحد البوسه واحد التعنيقه كبيره وما تنساوش تشتركوا ديما في القلب. باي باي.